كان ممكن تموت فيه. انا مش شحات، انا عايز امنع عنك مصيبه. انت اللي عاوز تجيب له مصيبه، عايز اموتك واروح فيك السجن. صلح العجله، صلح العجله قبل ما تمشي، البنت الصغيره مالهاش ذنب. مور مور انت في البلاوي. شايف شيء؟ العربيات كلها واقفه، تلقى في كمين قدام ولا حاجه؟ يوه هو ده وقته. في ايه قدام يا ولد العم؟ في حادثه عربيه انقلبت بيتي. وفي حد عايش؟ هيقول عيله صغيره. ايه معودين ليه؟ حادث على الطريق؟ طب تعالوا. هقول ايه يعني؟ الامر لله، على السلامة. يعني يبقى جاي لحد عندنا وما عارفينش نجمعه؟ ربنا وحده اللي يعلم اذا كان هو ولا مش هو يا حجة. يا عم الحاج، يا عم الحاج، عاوز ايه يا شمندي؟ واحد هيكون اسمه الشيخ خلف الله. هو يا حج؟ استني بس يا حجة، خلف الله مين يا شمندي؟ ما نعرفوش يا حاج، نقول له امشي. لا استنى، الشيخ خلف جاي من نفسه يا حج. استنى يا حجة لما نتوكد. انا متوكدة، قلبي هيقول لي انه هو. يا مرحبا. اسمعي يا عمده، فيه بنت صغيره اهلها راحوا في حادثه، هتموت لو ما لحقناهاش، لازم حد يوديها المستشفى. البنت دي لو جرى لها حاجه ولدك. ما تكملش يا سيدنا، صيد عليك النبي. يلا يا حاج، يلا الحق يا جوامع بالمعروف. حاضر. الو، ايوه ده غار. فين انت؟ لا ارجع، هقول لك اسمع الكلام اللي هقول لك عليه. خد البنت وديها المستشفى، البنت اللي قلت لي عليها زي ما قلت لك، وديها المستشفى وانا هكلم الدكتور عشان يعمل اللازم. يلا، وانا على طول مسافة السكة وهحصلك. على السلامة. اتفضل يا سيدنا، اتفضل. بسم الله. بيتك ومطرحك. تعال يا شمندي. أقول لك إيه يا حجة؟ مسافة السكة، هوصل أطمن على البيت وأرجع على طول. ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. Thank you.
دكتور، هي جاية في الطريق. اعمل اللي ربنا يقدرك عليه. هات أبوك. أيوة بنت، ما بتصدقش ليه؟ ربنا يخليك يا دكتور، ما تخليش من جهتك حاجة. لو عايزة ننقلها مصر نقولوها، وأنا جاي على الطريق على طول. مع السلامة. لم شوية ارتفع مع الصفة. بنتي ايه وحزني ايه؟ والعمدة في ايه ولا في ايه؟ انت مخك دخل ايه؟ أقول لك العمدة كان هيتكلم على البيت زي ما تكون بنته، وكان كلامه كله مخربط. انت تعرف منين ان هي دي البنت؟ هي دي العربية اللي دغر قطارها من مطرح الحادثة. اشرب يا حاج. أنا ما عارفاش إيه اللي جرالي. لقيت جسمي سايب ورجلي ما شايلانيش. والله وأنا كمان يا حاجة، أول ما شفته كنت هغمر. الرجل ده عامل زي المارد. وأنت كنت شفت المارد قبل كده؟ لحد دلوقت ما مصدقاش اللي هيحصل. إحنا نقعد وندور عليه وهو ياجي يخبط علينا؟ عرفنا منين؟ وعرف قط الواد من غير ما حد يقول له كيه. الناس دول يا حاجة مكشوف عنهم الحجاب، عيسمعوا وعينظروا حاجات كتير. الجن اللي مسخرينه يا حجة بيدلهم على حاجات كتير. اللهم احفظنا استرها يا رب. قوم يا بنت طلي عليه شوفيه هيعمل ايه ولا هتخافي. انا لا اخاف من جن ولا عفاريت. والله يا حجة البنت دي مخاوياه وعتكلمهم كمان. امال هي جوزها هج منها ليه؟ عشان طلعوا ألف حمد وشكر ليك يا رب. ألف حمد وشكر. الحمد لله. الحمد ان شاء الله حيغفى عمده، حتفرح فيه. بريح عليكم ان شاء الله. هيك انا سمعت ان الشيخ خلف ده له كرامات كتير قوي وما هياخدش مليم معمر من حد. يا بخته ان الشيخ خلف يخطي عتبه بيته. ان شاء الله يبقى زي الفل على ايدين الرجل دي. ما شفتيش وشه منور كيه؟ يا رب. الحاج يا بنت، عملت ايه البت؟ طمن يا حجة، البت مليحة. عقبال ما نشوف طارق يا حج. ان شاء الله يا حجة، ان شاء الله. انا لا شفت ولا حشوف حد زي سيدنا. من ساعة ما شفته ما عرفاش اتلم على جدتي. الله اكبر، الله اكبر. هو لسه في ناس صالحة ومبروكة كده؟ مال يا حجة، مال الكون ما شاء الله لسه عمران. أنا حاسة إن الغمة هتنزاح والواد هتتكتب له السلامة بفضل ربنا والشيخ خلف الله. عشمنا في الله كبير. قولي لي، هو ما طلعش لحد دلوقتي؟ ولا فتح الباب ولا حد قدر يطلع الدور كله. إحنا قاعدين تحت والناس زي ما شفت كده بره قاعدين هيدعوا له. ربنا يكرمه بحق جاه النبي.